فاتكلمنا قلنا ان احنا اتكلمنا كتير جدا عن المنتخب خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، لان دي بلدنا ويستحق الحقيقه المنتخب الكلام في كل شيء الحقيقه، في الجسارة والجرأة والشجاعة وكارلوس كيروش وكل حاجة في الثلاث أيام اللي فاتوا. النهاردة الحقيقة هيبقى كلامنا أكتر عن النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي الحقيقة بيمثل مصر غدا في واحدة من أهم بطولات العالم، بطولة كأس العالم للأندية. أنا عارف أن النادي الأهلي هو دايما اللي بيكون موجود في هذه البطولة، النادي الأهلي دايما هو يعني لغاية دلوقتي ما شفناش حد تاني غير النادي الأهلي هو اللي بيبقى موجود في هذه البطولة. فأنا كلنا النهارده هنبقى خلف النادي الاهلي، اعتقد ان مصر كلها، مصر بالكامل النهارده نهوان خلف النادي الاهلي، علشان ان شاء الله بكره في بدايه او مع بدايه مباراه مونتري المكسيكي اعتقد الامور قد تختلف، لانه في النهايه 11 لاعب هيلعبوا بكره. صحيح، انا بتفق معاك جدا، ودايما احنا يعني منتظرين ده او بننتظر ده دايما من الجماهير المصريه، لما بيجي بقى نادي مصري بيمثل مصر هو ده المتوقع، هو ده الروح او هي دي الروح اللي احنا دايما متعودين عليها، حتى لو اختلفت فتره بس بترجع تاني الامور لاصلها. فاكيد مصر وكل الناس يعني انتباهاتهم المختلفه اكيد مزبوط بتشجع الاهلي، زي ما حصل برضو مع المنتخب. انت شفت المنتخب بيلعب، يعني مصر اللي بتلعب، مفيش حاجه اسمها بقى فرقه مختلفه او نادي مختلف، كله كان بيشجع مصر وكله فرحان باداء كل لاعب مهما كان انتمائه بالتميز اللي كان على الارض. وشفت الشناوي وابو جبل وغيره وغيره، وشفنا امبارح كمان الجماهير قد ايه كانت نازله. بنتكلم بقى هنا في مصر اتفرجوا على مبارح. انا امبارح كنت في اقول الاسم عادي ولا ده هيحسب علينا اعلان؟ بلاش، لا بقى كنا في مكان وخلاص. احدى الكافيهات في الشيخ زايد، اذا كان كده مش كده تعدي. بس عايزه اقول لك بقى كابتن اسلام، لا اشرح لنا الفرحه الناس كانت عامله ازاي، احنا كنا هنا لا 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 لا، الاجواء بره حاجه ثانيه. الشوارع كلها بتحتفل، الكافيهات فولي بوكت، الناس كلها موجوده، ما فيش كرسي، اللي عايز يخش بيدور على كرسي بجد، الناس كلها موجوده. ده رغم كمان ان الجو امبارح كان ثلج زي ما شفنا، لا مطر وثلج، وهتلاقي الكبار والاطفال والعواجيز، الناس كلها كانت فرحانه، الناس كلها كانت موجوده وعلى اعصابها. لا امبارح فعلا فعلا قدرنا ان احنا ننام مبسوطين الحمد لله، واللي جاي كمان احلى. فرحه مختلفه، عارفه ليه؟ لانه الناس كلها كانت تنتظر ماذا سيفعل منتخبنا الوطني بعد اول ثلاث مباريات واداء لم يكن جيد. انا بلاحظ بسرعه جدا اداء لم يكن جيد في اول ثلاث مباريات في منتخبنا الوطني. كوت ديفوار الوضع ابتدت مختلف، بقى القصه تختلف. مظبوط، الوضع مختلف، منتخب مختلف ومدير فني مختلف ولاعبين مختلفين، كل حاجه مختلفه. المغرب لا، ده فريق كبير جدا كالعاده الحقيقه، ومنتخب كبير جدا كالعاده. لا في الكاميرون بقى قد ايه النضج الكبير لكل اللاعبين ولجهازهم الفني والمسانده المصريه ومسانده الجماهير المصريه، لا حاجه مختلفه تماما. بتفق معاك جدا، ويمكن البطوله دي بتختلف شويه في فكره، هنا يعني اتعودنا قبل كده ان احنا بنصعد واحده واحده، لا البطوله دي كان مستوانا تحت جدا، فجاه طلعنا بقينا يمكن 100 درجه، فالوضع اختلف جدا رغم صعوبه الارض والاجواء والتنظيم والتحكيم، حاجات كتيره جدا شفناها غير مناسبه، لكن احنا مش بيفرق معانا الكلام ده، والتحكيم ده ملف تاني، مش بلاش بقى نتكلم، لو دخلنا فيه هنضيع الساعتين خلاص مش هنعرف نخش. خلينا دلوقتي الحمد لله وكسبنا، وان شاء الله اللي جاي مع السنغال بكاري جسامه بقى، ما بكاريش جسامه، بكاري جسامه ده عايز له حلقتين، مره في 10 الصبح عندكم فوق في الصبح، ومره في البيت الكبير بالليل، عشان ده يعني يبقى ساعتين الصبح وساعتين بالليل يا دوبك عليه، لانه يحتاج الحقيقه وقت كبير جدا جدا. ولكن دائما واثق الخطى يمشي ملكا، منتخبنا الوطني يقترب من اقتناس النجمه التاسعه. تمنى